السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم الخوت غادي نهضروا على القصف الثاني لمدينة السمارة. فكيف ما شفنا في الفيديو اللي فات، أربعة ديال الصواريخ اللي ضربت بهم مدينة السمارة، واللي تسببت في الوفاة ديال واحد المواطن مغربي وفي الإصابة ديال بزاف ديال المواطنين الآخرين. وهنا هذه كانت ضربة كبيرة بالنسبة للجلاد والخبيث مخرج الأفلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، اللي كيضل كيكذب على واحد الشريحة من الشعب المغربي ديال المنومين والمجهلين والمطبلين، كيكذب عليهم أنه هو حارس المملكة وهو العين التي لا تنام وهو حاضي كل شيء وهو اللي يعني داير الأمن والأمان في ديك المملكة، في ديك المملكة البنانية، وأنه من فوق هذا الشيء كامل هو الدول العالم بأسره المريخ كيستافد من الخبرة ديالو وكيعطيهم التبرقيقات، وهو كيكون عارف الإرهابيين فين مخبيين في أمريكان، عارف الإرهابيين فين مخبيين في ألمانيا، عارف الإرهابيين فين مخبيين في فرنسا، وكيعلم بهم فرنسا وألمانيا وهاد الدول. إذن هو هنا كيبدا يكذب عليهم ويهرطق عليهم أنه قادر يحمي جميع الدول العالم، عارف هو هذا الشيء كامل وكيعطي لدوك الدول الاجنبيه التبرقيقات باش كيحميهم، ولكن مع الاسف ما قادرش يحمي المؤخره ديالو، عاجز انه يحمي المؤخره ديالو. السماره مدينه السماره ما قادرش يحميها، اربعه الصواريخ باش تقهوالو. اذا هذا اللي عاجز انه يحمي المؤخره ديالو، انه يحمي الدوله ديالو، هذاش قادر يحمي من شي دوله اخرى ولا هذا؟ اذا هذا كيبين على الكذب، على النفاق، على الفشل الذريع ديال هذا المجرم. هذا المجرم واش كاين شي مجرم كيقدر يحمي الدوله؟ واش كاين شي مجرم كيقدر يامن الامان والاستقرار؟ ما كاينش هذا الشيء. المجرم كيخدم بالاجرام، بالتعذيب، هذا الشيء اللي كاين. واش هو كيعذب الناس، كيغتصبوا الناس، كيبغيو يصفيوها للناس، وكتقول لي هذا كيقلب على الامن والامان للناس المواطنين، وعلى في ديك الدوله فين كاين شي مواطن بعدا؟ يمكن غير الرعايه ديال الملك المفترس، الملك المجرم الدكتاتور محمد السادس، هادشي اللي كاين. اذا من بعد هاد الهجوم وهاد الصواريخ اللي صيفطات لهم البوليزاريو، اللي حيدات الحموشي السروال ديالو وحيدات كذلك المنصوري السروال ديالو، وحيدوا كذلك الملك المفترس، حيدوا له داك السروال ديالو والجلابه ديالو، عراوهم ويك هادو كتقولوا عليهم الكيان الوهمي خيالي، ايوا هما كيتعبوا فيكم في السماره، هما كيتعبوا فيك الحموشي، اش كتقولوا في هذا الشيء هذا؟ فين هو الرد؟ والمشكله يا الخوت، المشكله ان النظام الدكتاتوري يلاه كيعجبك بالتصاور والبوزات وتخرج العينين قدام الكاميرا. اذا مش امن اي مواطن مغربي سوف نرد بقوه وبشده، وهذا الانذار تاع صاحب الجلاله ما زال قائما، ونقولها للجيران، نقولها للانفصال. تقاس الامن ديال اي مواطن، خاصك تقول بعدا الامن ديال اي رعيه غادي نخرجوا نردوا بقوه، غادي نردوا بقوه وبشده. وحنا شفنا الرد ديالهم، ها انتما كتشوفوها الخوت، هذا هو الرد ديالهم. الناس كيضربوهم بالصواريخ، يتقبوا في الحموشي والمنصوري ومحمد السادس بالصواريخ، وهما ردين عليهم بمسيره. قال لك هذه هو الرد القوي، انتما كتشوفوا الحموشي كيتخبى من مور النساء المغربيات، وعلاش ما نزلتيش انت للمظاهره الحموشي، وانت المنصوري، وانت محمد السادس، انتما الاولين اللي كنتو باغيين ديروا شي مظاهره، انتما الاولين خاصكم تنزلوا للمظاهره، علاش مصيفطين النساء المغربيات هنايا؟ هادو نساء مغربيات هما اللي خارجين. هذا هو الرد القوي. واش كاين شي رد على هجوم عسكري بهذا الشيء؟ هذا مجيشين النساء والناس ومدافعينهم يهبطوا في المسيره، هذا هو الرد القوي. وهنا ولا بغيتو ديروا شي مظاهره على الاحرى، كنا نشوفوكم يا المجرمين نتوما الاولين، كنا نشوفو الخبيث الرشاوي ياسين المنصوري، كنا نشوفو الخبيث مخرج افلام البورنو عبد اللطيف الحموشي، كنا نشوفو الديكتاتور محمد السادس، نتوما اللي خاصكم تنزلوا للمسيره، نتوما اللي كتحميو هاد المواطنين وكتحميو هاد المملكه، وانتوما مخبيين، الملك مختفي من 7 اكتوبر ودافعين النساء المغربيات هما اللي خارجين في المظاهره. هذا هو الرد القوي. ادويه يا المجرمين، هذا هو الرد القوي، هذا هو غنردوا بشده. هذه ما عمرني شفتها في شي دوله في العالم، بنادم كيدير عليك هجوم عسكري، كيتقبك بالصواريخ
وانت كتخرج النساء المغربيه كيتظاهروا في المسيره. هذه مشكله هذه. وهنا الخوت البوليزاريو كيعاود للمره الثانيه كيتعاب الحموشي كيحيدوا له السروال الخوت. هذه بالعربيه التعرابيت هذه باش ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا. البوليزاريو اليوم كتحيد السروال للحموشي كتعري له المؤخره ديالو. ومخرج افلام البورنو وعبد اللطيف الحموشي والمجرم وحارس المملكه والعين التي لا تنام واللي سهر على الامن والاستقرار ديال هذه المملكه، واش كدير هنا؟ وكيفاش هذا الشيء هذا؟ البوليزاريو اللي كتقولوا عليهم الكيان الوهمي حيد لك السروال امام العالم. امام العالم اصاحبي، فين هو الرد ديالكم؟ فين هو الرد ديالكم؟ وللمره الثانيه الخوت كيعاودوا يصيفطوا لهم جوج ديال الصواريخ. وهنا ولكن هنا غنقولوا برافو للملك محمد السادس. انا بعدا ظلمتو في الفيديو اللي فات فاش كنقول لكم الملك محمد السادس مختفى غبر من 7 اكتوبر. هو ماشي غبر الخوت، هو فعلا غبر واختفى، ولكن كان كيوجد الرد القوي للبوليزاريو، الرد الصاعق، لان الملك محمد السادس ما يقدرش يخلي شي منطقه تقاس عنده. والسمارة منطقه حساسه تقاس عند الملك وما يديرش شي رد فعل. والرد ديالو القوي الخوت عرفناه عن طريق واحد الفريق طبي فرنسي. المعلومه وصلت من باريس من الصالونات الباريزيه، ان الملك محمد السادس بعد الصدمه ديال الصواريخ اللي تقبوه بها هذا الاسبوع اللي فات، الرد ديال الملك محمد السادس هو انه اضربها بواحد السكره عالميه وكثر من المبيعات، ادخلهم في واحد الكريز وصدقوا مصيفطين على فريق طبي فرنسي هو اللي كان باش يعاود يرجع هاد المصيبه هادي للحاله الطبيعيه ديالو، يشوفوا هاد الروينه اللي دار. فهو كنعاود نقولوها لكم وكنعاود ناكدوها لكم، الملك محمد السادس خاصو يشرب الدواء ديالو يوميا، وكيشرب معاه الشراب يوميا، وكيزيد عليه المبيعات يوميا، ولكن مره كيفوت في لادوز. عنده واحد لادوز الا فاتت يقدر تيغيب ليهم، ودائما ملي كيفوت هاد لادوز هادي كيغيب، خاص ضروري الفريق الطبي الفرنسي. من هو ما تيتقش في الفريق ديالو المغربي، لا الفريق ديالو المغربي ملي كتكون شي حاجه خفيفه كيفيقوه كيقادوه كيضربوا له شي ليبره باش يجيو يبينوه ليكم ولا هذا، ولكن ملي كتكون شي حاجه اللي هي خطيره منين يعني كيفوت بزاف ديك المبيعات ديالو، ضروري من الفريق الطبي يجي للمغرب. اولا ملي كان كيكون في الكابون كان كيمشي للكابون، دابا ما كايناش الكابون ممنوعه، فرنسا غير مرغوب فيه تما، دابا عنده المغرب، لذلك الفريق الطبي جا للمغرب. وخاصهم يقولوا لنا اش كان كيدير هذا الفريق الطبي هنايا في هذا الويكاند، وهذا فريق طبي فرنسي اش كان كيدير هذا الويكاند عند الملك محمد السادس الا كان من غير انه يفيق عاوتاني ويعاود يريقل ليه داكشي ديالو. اذا هذا هو الرد القوي، هو الملك ضربها بسكره عالميه وزاد عليها المبيعات، تغيب ليهم عاد فيقوه عاوتاني. اذا هنا هذا هو الرد، البوليزاريو كتحيد لهم في السروال، كتعري فيهم، كتقب فيهم بالصواريخ، خصوصا تقبات الحموشي هذا الخبيث، تقباته وحيدت له السروال، عراته امام العالم، ماشي غير امام الشعب المغربي، وامام العالم، ديك الهرطعات الخاويه ديالو كامله، انه هو حاضي، انه هو كيعطي المعلومات، وحده غير المؤخره ديالك ما يتعبوهاش لك البوليزاريو بالصواريخ، ويعاودوا يتعبوها لك المره الثانيه. اذا هذا الشيء اللي وقع الخوت، هذا هو الرد ديال هذا الملك المختفي. هادو معلومات جاونا من باريس، اما هو راه مازال مختفي منذ 7 اكتوبر، ما كاينش الحس ديال هذا المجرم، هذا ما كاينش الحس ديالو. وهنا مازال الشعب المغربي، الاحرار الشعب المغربي والعالم باغي يعرف شنو تيقول الملك محمد السادس رئيس الدوله ملك البلاد في القضيه الفلسطينيه، شنو تيقول في هذا الشيء، لانه هو رئيس لجنه القدس وما يهضرش على القدس. اذا غادي نبقاو نتسناو ونطالبوا بالخروج ديال الملك محمد السادس، ونطالبوا انه يبان عليك الامانه محمد السادس، ما عندك مناش تخاف لا تدهش، خرج غير عبر، خرج قول لنا الراي ديالك. اذا الخوت كنكونوا هنا وصلنا لنهايه الحلقه، كنطالبوا اين اختفى الملك محمد السادس منذ 7 اكتوبر، وكذلك اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمؤنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس. الاخوه الاخوات الاحرار، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقه المقبله، السلام عليكم، مع السلامه.